المشكل ديالي هي خصو يجي لنا رزقنا هذا السيد هذا، خصو يجي لنا فلوسنا، راه كل واحد عن بيع الله سبحانه وتعالى. جينا نهار الجمعه جينا وقفنا قال لك سيدي وسيدي نهار الثلاث رزقكم راه كاين، مين جا اليوم جينا رزقنا ما كاين حتى حاجه دابا والو، حنا والو ما كاين والو، راه كل واحد عن بيع الله سبحانه وتعالى. السيد ما طلبنا منه لا كون جينا ولا جبنا رزقنا، هو الاول ديالنا يجيبوا لنا بعدا، راه حنا باغيين رزقنا. واش رزقنا ما غيجيبوا لنا ضربنا عليه تماره؟ راه حنا ضربنا تماره. خدام دابا بلا خلاص. اليوم 48 يوم باش مخلصين دابا. باش مخلص. 48 يوم باش مخلصين. باش كتصرف على الدار. ها؟ باش كتصرف على الدار. هذا نسلمه مول الحال راه عباس عليا اليوم. مول الحال ما بقاش باغي يعطينا الكريديت هو صافي قالت بركه. صافي. دواس محمد دوي. دوي. اخويا السلام ورحمة الله. دوي مزيان اسمع محمد. خويا دابا انا خدمت معاه دابا شهر عام وثمانية شهور. دابا راه كل شهر خلاص. كل شهر بحال هكا خاصنا تنوقفوا ونوضوا الصداع ونحبسوا الخدمه ونديروا المشاكل ونديروا داكشي عاد كيجي وما كيجي حتى كينوض الصداع هنايا ونوضوا المشاكل وانت كتشوف هاد الناس هنا ناس كبار وبوليداتهم كل شيء غالي اخويا السكر غالي كل شيء غالي حنا دابا كنهزوا الكريدي دابا من الحانوت هاد الشيء اللي كاين هو هذا حنا عندنا الكونجي ما كاين لا كونجي لا والو ما كاين لا كونجي لا والو كاين اللي عنده فوق 60 عام وخدام مول 60 عام غادي يخدم كاين اللي عنده اكثر من 60 عام 66 67 هم خدمين وما كيجيوش عندنا كاع ما كيراقبوناش حتى دوك مالين الديور حتى هما مالين الديور راه هما الا درتي كاع سولتي غادي تشوفنا حنا ما كنمنكوش كاع شي وقت كاع الوقت ديالنا هو الوقت ديالنا ولكن الخلاصه صحيبي ما لقينا ما ناكلو ما لقينا ما نشربو ان شاء الله يكون ديالكم هادو الناس شهرين هادي ما مخلطيناش بالنسبه لتما واش تما اساسا ديال الليل ولا ديال النهار فيه كاين ديال الليل وكاين ديال النهار كاينين ديال الليل دابا حاليا مخلطين حاليا ديال الليل وديال النهار هما دابا الخلاص ما بقاش كيجيبوا لنا حتى الخلاص في التوقيت وما بقى حتى واحد مسوقنا باش غي يخلصونا ولا شي حاجه وشهرين هادو حنا كنتسناو فيهم كضرب شهر 10 15 يوم 20 يوم ولا هما الا هما جاوا بقى يخلصونا حتى كنوضوا حنا وكنوقفوا ونحتجوا ونريحوا قدام البيرو عاد كيجيو بغي يخلصونا وهادشي اللي كنطالبوا منهم منو انهم يخلصونا في الوقت شحال تما مخلصينش عندك شهر و18 يوم شهر و18 يوم شهر تما بلا خلاص شحال الوليدات اللي عندك باش كتروح عليهم باش كتروح عايشين عا بداكشي ديال الكريدي وما عندناش حتى مين غنجيبو باش غادي نصيرو باش هذا ما عندناش كاع كنتسناو الخلطه وباقي ما خلصوناش كاع نهائيا وكنطالبوا منهم ما يخلصونا في الوقت دابا ما غير حتى شي حاجه باش ما يخلصوا بقينا على يخلصونا فقط هذا هو المشكل اللي حاصل عندنا حاليا يكون خير ان شاء الله ان شاء الله شكرا.